ملك. الحمد لله الفريق الان راه في المحترف الاول. نشكر كل من ساهم في هذا الانجاز. هذا ما كان سهل، يعني مرينا فترات جد صعبه هذا الموسم هذا، وفترات اللي ربما يعني لو ما كانتش يعني الحكمه او الرزانه يعني كان الفريق ربما كان يندثر في بعض الاوقات، لكن الحمد لله عرفنا نسيروا الفترات هذيك. انا كمدرب يعني نفتخر بهذا الانجاز هذا، وانني كنت واحد من صناع الملحمه. هذا اليوم هو يوم عيد ويوم فرحه للرياضه وللكره الجزائريه وللجهه وللولايه ان شاء الله. اليوم والله في الحقيقه كتشوف الجمهور نتاعك، تشوف الناس محبين فريق من خارج الولايه فرحين الحمد لله، لا تساوي اكثر من هذه الفرحه. وان شاء الله بربي ان شاء الله عازمين على ان شاء الله اعطاء الكره السوفيه في المستقبل ان شاء الله. وباذن الله ان شاء الله اذا كانت سلطه واقفه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله رايحين نعطوا الاضافه ان شاء الله ونشرفوا الجهه والولايه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يخفالكش بارك اول فريق في تاريخ كره القدم الجزائريه من الصحراء الجنوبيه يصعد الى القسم الاول. حنا الحمد لله رغم المشاكل ورغم واش كان صاري في العام اللي جوار وقفوا الرجاله اللي جوار لونترينور الاداره ثاني كانت صارحنا باش واش كاين واش ما كاش. وكما يقولوا الصعود هذا نهدي الوالديه اللي وقفوا معايا كما يقولوا حتى لاخر دقيقه، الزوجه تاعي والجمهور هذا اللي يستاهلوا الخير ان شاء الله دوك يفرحوا بالصعود هذايا. كما راك تشوف رانا في اجواء تاع فرحه، اجواء تاريخيه بالنسبه للولايه هذه ولايه الوادي، وين هدينا لهم هذا الصعود هذا. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، ربي وفقنا. هذا ما كانش كيما نقولوا التعب هذا ما جاش بالسهل، هذا بعد جا كيما نقولوا بتضافر المجهودات تاع المدرب وتاع لو ستاف الطاقم الفني ككل والطاقم الطبي والطاقم الاداري والطاقم كيما نقولوا تضافر المجهودات كل. والحمد لله يا ربي، ربي وفقنا. اولا الحمد لله يا ربي على الانجاز هذا اليوم. الجنوب الشرقي مدينه واد سوف تمتلك فريق في القسم الاول الحمد لله، اللي كنت ممكن واحد من الاسباب في الانجاز هذا. الحمد لله كما يقولوا انجاز تاريخي، إن من حق مدينه واد سوف تفتخر بالفريق هذا، باللاعبين، بالرئيس هذا، بالجمهور، بالطاقم الفني، بالطاقم الاداري، بالطاقم الطبي. الناس كل اشتغلت، الناس كل ساهمت. الحمد لله يا ربي. كما يقول لك اللي يسعى يلقى، مدي بيت على راسيزو. حنا نخدموا ونسعى ودرنا اللي علينا وفرحنا الشعب هذا. كانت عندنا منافسه قويه مع الخروب، وعلى الاخر الحمد لله نشكروا ربي ونشكروا الطاقم الفني واللي جوار واي واحد اخويا ساهم في مساعده الفريق هذا. والحمد لله نشكركم انتم ثاني على الخدمه تاعكم. الله يحفظكم.